رغم أنه لبنان وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بسنة 2000، واضح أنه بعد ما التزم بتطبيق هالاتفاقية بشكل كامل حتى اليوم. ورغم أنه هيدي الاتفاقية بتطلب من الدولة الموقعة تبعت تقارير دورية للأمم المتحدة كل 4 سنين، إلا أنه بمراجعة المراسلات بيتبين أنه لبنان بعد تقريره الأول للمنظمة الدولية بال 2016، يعني بعد 16 سنة على توقيعه للاتفاقية. صحيح أنه الصورة بلبنان مش سوداوية، وهو الأكثر مراعاة لحقوق السجين مقارنة مع دول العالم الثالث، إلا أنه بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عم بتسجل خروقات محددة بأماكن التوقيف لناحية التعذيب، وبتوصف السجون اللبنانية وأماكن الاحتجاز بأنها بتفتقد للأهلية وبأنها بحد ذاتها ضرب من ضروب التعذيب ومن المفروض إعادة النظر بوضعها. والتعذيب الإنسان اللي بيتعرض له جوا هو بيتضرب الأسطر مي بجميع أنواع الجسم، يعني محل ما بدهم هن بيضربوه. كرمال اتصال واحد اعتقلوني، تعذيب أكلت قتل برنجو تعذيب وكهرباء، وأنا نمت تقريبا 7 سنين ونص على القد. بعد 7 سنوات طلعت براء. التعذيب اللي تعرضت له بشع بشع، هو محقق فلت علي كلب لا يعضني. ولتوضيح الصورة الملتبسة، استضاف لبنان مؤتمر تحت عنوان التزامات لبنان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وعلى هامش المؤتمر كان لتلفزيون نشرة لقاءات مع بعض المشاركين لتسليط الضوء على مدى تطبيق لبنان لهالاتفاقية. لبنان خطى خطوات متقدمة لتطوير الترسانة القانونية اللي بتسمح بمناهضة التعذيب بشكل جدي، إنما ما زال هناك عدد من الممارسات اللي فيها تعذيب ولازم تتوقف. الموقف اللبناني بالقانون الأخير اللي صدر منذ عام واللي ساهمت مع عدد من الزملاء ببلورته، مفترض أن يرسل رسالة كتير واضحة لكل المعنيين، لا سيما بالأجهزة الأمنية المعنية بإنفاذ القانون، بأنه ممارسات التعذيب ممنوعة تحت أي ظرف وتحت أي تبرير. لهذا السبب هناك بعض الحالات اللي عم تحصل لازم يصير ملاحقتها بشكل جدي، وبالتالي دعوة لحسن تطبيق القانون، دعوة للمواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم، وللمجتمع القانوني بالبقاء على شيء من الاستعداد للمواجهة وتوضيح القوانين للمواطنين. لبنان بعد بحاجة كتير قوانين وتطبيقات لقوانين موجودة لمناهضة التعذيب، ونحن اليوم بمجلس النواب بدورة كمشرعة وبلجنة حقوق الإنسان نعمل على كل القوانين التي يعني تضمن تطبيق اتفاقية عدم التعذيب، مواضيع كذلك السجون وحقوق الإنسان من ناحية السجون والسجين، الأحداث، كل التعذيب حتى المعنوي أكثر من التعذيب الجسدي أو المادي بهمنا نشتغل عليه. لبنان على المستوى التشريعي التزم باتفاقية مناهضة التعذيب من سنة 2000. هلأ هذا الالتزام العبرة فيه بالتنفيذ. أهم إنجاز عمل بعد هذا الالتزام والبروتوكول رجع صدر قانون جريمة التعذيب اللي هي بسنة 2017. أنا بقول السنة بمرحلة يعني السنة بحاجة على المستوى التشريعي أيضا بحاجة لتعديلات ولا اقتراحات ولا تطوير هذه الحالة حتى ننسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب. ومين هي الجهة المعنية بمحاسبة اللي عم بيمارس التعذيب؟ في جهتين، يعني في جهة معنية بمناهضة التعذيب في لجنة خاصة بالأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وحضرت على لبنان وعملت تقرير شديد اللهجة ضد لبنان، وعلى لبنان كان أن يسعى إلى تغيير سياساته وتتفق مع موجباته الدولية وموجباته المحلية، يعني موجب الأحكام القانونية اللبنانية. من جهة أخرى في لجنة متخصصة بالوقاية من التعذيب، لبنان أنشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة وقاية من التعذيب التي تعنى بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز. هذه اللجنة يبقى أن تقوم بعملها. وين بيندرج لبنان بليحة الدول المناهضة للتعذيب مقارنة مع الدول الثانية؟ بمجال القوانين ربما لبنان من الأفضل، بمجال الحراك المدني لبنان قد يكون من الأفضل، لأنه ما بعتقد بأي دولة عربية بتقدر تشوفي هذا الحشد للكلام عن التعذيب اللي هو بمسؤولية القوى الأمنية والقوى المسؤولة عن إنفاذ القانون. إنما هناك ما يزال في لبنان لسوء الحظ
بعد ممارسة التعذيب يجب أن تتوقف. هو على خطى جدية للخروج من ممارسة التعذيب. لبنان بده ورشة عمل كتير كبيرة، وبنفس الوقت بده مفهوم عند الناس وعند السلطة بكيفية تطبيق ومحاربة عدم التعذيب. انتقلنا من ثقافة التعذيب إلى ثقافة اللا تعذيب، لكن حتى نصل إلى اللا تعذيب بدها أكثر من جهد وأكثر من محاولة وأكثر من وسيلة حتى بالفعل نقدر نقول لبنان على الخارطة الدولية. وسائل التقنية اللي عم تستخدم في عملية التحقيقات والأدلة العلمية والحصول عليها، أنا بقول عم تخفف بنسبة كبيرة عما كان في السابق من فظاعة جرائم التعذيب. بالتالي طالما في إرادة متفائل بدنا نوقف التعذيب ويصير بلبنان صفر إن شاء الله. بالقرن 21 وببلد الحريات يمكن ما يتقبل البعض وجود أي نوع من أنواع التعذيب على أي بقعة من أرض لبنان حتى ولو كانت سجن، لكن ما فينا إلا ما نقول إنه غالبية الموقوفين بيدعوا قدام المحاكم تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي لنفي اعترافاتهم الأولية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.